انك تروح ملاهي ما هو بخطأ، الخطأ انك ما تروح ملاهي. الخطأ انك ما تسأل نفسك ليش ما تروح ملاهي. احيانا تحتاج انك تدخل في مثل هذه الاماكن وتقعد تتفرج. اشعر انه هذه الاماكن تسحب منك طاقة سلبية جدا عالية، خصوصا لما تشوف اطفال كثير جالسين يبسطون يستانسون. يعني فيها اجواء مختلفة، وفيها انك ترجع لايام الطفولة، فيها انك تستمتع وتعوض الايام اللي ما استمتعت فيها في حياتك وانت صغير. احنا اليوم في مكان اسمه IMG، صح؟ صحيح. يلا ان شاء الله استمتع ووريكم الحاجة الكويسة. الامل منا وفينا والعزم بين ايدينا، لو نوينا سوينا شيء ما صار. الامل منا وفينا والعزم بين ايدينا، لو نوينا سوينا شيء ما صار. يقال انه من اجمل الايام في حياة أي إنسان سواء صغير ولا كبير هي الأيام اللي يقضيها في الملاهي، أو اللي يقضيها في أماكن الألعاب اللي فيها كثير ألعاب وفيها كثير صجة ولجة، وتصنع ذكريات مع عائلتك مع عيالك مع نفسك حتى وانت قاعد تلعب وخايف. لما تصور نفسك وتشوف هذا الفيديو بعد سنتين ثلاث سنوات راح تقول أوف، يوم كان جدا ممتع. حتى لو طحت وانكسرت رجلك أو يدك أو أي شيء صار لك، راح تقول فعلا أنا في هذاك اليوم استمتعت. الله أكبر عليه. المهم أنك تستانس وتنبسط وتغير جو، تشوف صراخ واصطياح والأطفال يلعبون مستانسين ومبسوطين. يا أخي فيها حياة عجيبة جدا. في سرعة جدا كثير، بس أبو حميد واسطتنا اليوم يدخلنا مع مداخل منفردة من هنا. المكان جدا خرافي، شوف والله مرتب قوي. ها القطار محمد، هذا القطار المطلع الحين. ها؟ هذا القطار المطلع. أي قطار؟ اطلع لحالك يا حبيبي. لا تطلع معي. وحميد. بس شوي، شوف شوف، بس شوف شوف. انسى انسى الموضوع محمد. معلش معلش أنت شوف. ما هو بخوف، لكن ما ودي راسي يصدع صراحة منها. عندي بنادول. يا حبيبي ناسي ولد، والله اني ذحين ناسي ولد. واذا تبغى تستانس اكثر خذ معاك عيال اختك مثلا، عيال خواتك، لو انت ما انت متزوج وما عندك عيال خذ الناس اللي حولك. حاول تصنع اجواء مختلفه تكون خاصه في ذكرياتك عشان بعدين تذكرها وانت مبسوط ومستانس. ركبتوا هنا ولا ما ركبتوا؟ ركبنا. زينة؟ ايه. تحس بصداع اذا نزلت؟ لا بصداع. شلون يقول راسك؟ والله مركب. والله ان شاء الله تركب. ان شاء الله اني مركب. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. انا هني مرة بسرعة. اهلا. قبل شوي كيف حالكم؟ كويسين الحمد لله. لعبتوا؟ ايه لعبنا. الحمد لله انبسطتوا؟ ايوه. استانستوا؟ اي والله. فرحتوا؟ ابو سلم عليك. شكرا. السلام عليكم. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. كيف الحال؟ اليوم اي واحد شفناه صورناه. السلام عليكم. كيف الحال؟ ايش اسمك؟ محمد. ونعم والله يا ابو حميد، والله ونعم. رايك وتعليقك؟ والله مره ممتاز يا اخي، تفخر انها موجوده في الوطن العربي صراحه. ممتع. أيوة. فعلا فعلا ممتعه 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 جدا جدا جدا. كني اوفرت شو مره. اسمها IMG، موجوده في دبي. احنا كسعوديين اجمل الذكريات عندنا هي الذكريات اللي فيها جروح. جروح هذا هو المسمى المؤدب لها. اما عندنا اسمها فلقات. اجمل الذكريات هي الفلقات اللي في خشتك، الفلقات اللي في راسك، خصوصا لما تحلق صفر وتناظر في صلعتك تلقاها كلها وروم ومجرحه وخياطه. اوف تناظر فيها كذا، اوه هذا راسي.
ترى، وبعدين تبدا تتكلم تسولف في المجالس او عند اخوياك او في الناس اللي حولك، تشوف هذه الفلقه ترى هذا كل يوم والله فات، وكتب تطلع قصه. انا في وجهي اكثر من 13 فلقه. اخاف اعلمكم وين اماكنها بعدين تبدون تركزون. يصير خير ان شاء الله، ركزوا. تحداكم تطلعوا له. في واحدة مرة واضحة لي هذه، حتى الأحوال عندي مكتب الأحوال كاتبين من ضمن الوصف شجة بالوجه أسفل الفم، يقصدون هذه. بس في ثنتين أنا خدعهم، في ثلاث هنا في شفتي، واحدة خدعهم أكثر، في واحدة في رأسي هنا، وفي واحدة في نص جبهتي، وفي واحدة في نص خشمي. عدد باقي سر طبعا. تدرون إن في واحد أعرفه تزوج واحدة كتب فلقتها وأنا صغير؟ والله وحبها من هذاك اليوم. يا أخي عندنا ذكريات مؤلمة، هذا دليل إنه إحنا نحب الألعاب ونموت في الألعاب. ليش نحاول نلجأ للألعاب الغير جميلة ونجعلها في ذكريات أطفالنا؟ جيل الثمانينات والسبعينات لو تشوف ذكرياتهم هم أطفال، كلها فلقات هوشات ضربات، وكلها من باب اللعب. بدأت بألعاب بعدين تحولت إلى مشاكل، لكن اليوم مختلف الموضوع. اليوم ألعاب راقية، ما فيها مشاكل، ما فيها مصايب، الأمان فيها جدا عالي، ما فيها هواش وطقاق يبدون يوزعون كورة آخر شيء يضربون، ما عاد في هذه الأشياء. الأطفال اليوم ما يبغون يلعبون كورة، يبغونك توديهم ملاهي. لازم توديهم ملاهي عشان يستمتعون. يا أخي ودي عيالك ملاهي. في ناس يسألون كثير محمد شلون يسوق. أسوق بجهاز بدل ما أدعس بنزين بريك بالرجل أدعسها باليد، يعني زي كذا. بسم الله كذا محمد ينزل الكرسي حقه. بعدين هو مع ريموت، بدون ريموت. جينا دبي مول لأنه الجو برا غبار جدا، فقلنا نجي نتقهوى هنا ونستمتع. بنوريكم الحين طلباتي وطلبات أبو حميد. هذه طلب أبو حميد، شوفوا كم. وصلنا الحين منطقة نبي نتعشى فيها، مطعم حقنا اسمه زوكو. اليوم فرانسيسكو باستقبالنا. هاي هاو ار يو؟ نايس تو ميت يو، ويلكم تو زوكو. ثانك يو. بينينيدو. ثانك يو. ان شاء الله يكون فيديو ممتع وجميل وانبسطتوا فيه. لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب. اشوفكم على خير، في امان الله.